بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله الدرس العاشر من سلسله الديناميك اكشن. ان شاء الله هنبدا في جزئيه جديده في ايفنت مختلفه، اللي هي جزئيه الايفنت على مستوى الفريم ورك اللي هي الخاصه بالابيكس يعني. تمام، انا عامل ريبورت بسيط، كلاسيك ريبورت جدول الموظفين، وعندي سيلكت ليست في الاداره، واعتمادا على الادارات هغير ادارات هيتفلتر الريبورت يجيب الموظفين الخاصين بالاداره دي فقط. تمام، انا عندي الايتم اللي هو شايل الادارات، انا هعمل عليه دايناميك اكشن طبعا دلوقتي قبل ما اعمله. اي تغيير هنا ما بيأثرش في حاجه، يعني ما فيش اي علاقه ما بين الريبورت والايتم. في علاقه بسيطه ان انا بقول ان الايتم ده هو المسؤول عن البيج ايتم سبميت. تمام، وفي الكونديشن بتاعنا جوه باك كويري طبعا على مستوى جدول اسمه الامبلوي، وده الوير كلوز بتاعتي ان الاداره رقم الاداره بيساوي الايتم ده، او ان الايتم كان الله عشان يجيب كل الادارات. طيب انا هاجي هنا واعمل دايناميك اكشن. طبعا لما عملته على الايتم على طول اتربط وقال ان هو على تشينج الايتم ده. طب ايه الاكشن بتاعي؟ هناخد اكشن جديد النهارده اللي هو الريفريش. تمام، ريفريش على مستوى السلكشن بتاعي يبقى ريجون، وهحدد له الريجون بتاعي. تمام، يبقى اي تغيير في الايتم ده هيجي معايا على طول ريفرش للريجن. تعال نكتب هنا تمام، يبقى انا عندي دلوقتي ايفنت على مستوى تغيير الايتم، اي تغيير في الايتم اللي هو ديبارتمنت هيعمل ريفرش للريجن ده. تعالوا نجرب. طبعا هو اوتوماتيك لان الصفحه عملت لود جاب الداتا بتاع الاكونت. طب تعالى نغير، نجيب الريسيرش الداتا اتغيرت. طيب سيلز الداتا اتغيرت برضه، اوبريشن مفيش في الاوبريشن مفيش، كله جاب كل الداتا. يبقى ده اول ايفنت عندي على التشنج جبت الاكشن اللي اسمه ريفريش. طيب انا عندي كذا ايفنت تاني في الجزئيه بتاعتنا. تعالى هنا هنعمل اكشن مباشر كده، كريت دايناميك اكشن، وهنحدد الايفنت بتاعنا. هنقول ان الايفنت بتاعنا اسمه افتر ريفريش، بعد ما تعمل ريفريش لايه؟ الريجن اللي هو البلوي ريبورت هتعمل ايه بقى؟ تمام؟ تعالى المره دي طبعا احنا مركزين على الايفنت، فهنعمل اكشن اليرت، هنكتب فيه افتر ريفريش. تمام؟ عشان نوضح دي، ده الايتم ده عليه ايفنت، لما في الايفنت اللي هو تشينج بيعمل ريفريش، وانا عندي ايفنت تاني في الصفحه اللي هو بعد ريفريش للريجون. تمام، ده هنوضحه وهنكتب فيه افتر ريفريش عشان ده ايفنت تاني، ده اكشن. تعالوا نجرب. افترض انا هلود الصفحه بتاعتي. تمام، افترض ان ده ايفنت تشينج، الاكشن اللي هيتنفذ هنا اسمه ريفريش. بعد الريفريش عمل الايفنت بتاعي اللي هو اسمه افتر ريفريش، وعمل الالرت بتاعي. تمام، يبقى الاول راح غير الداتا، يعني عمل الريفريش كده، عمل الريفريش وبعدين جاب الرساله. وطبعا الالرت اسرع شويه منها، بس الايفنت بتاعنا ده ايه؟ افتر ريفريش. تمام، افتر ريفريش. وعندي ايفنت تاني برضو اسمه بيفور ريفريش، قبل ما تعمل ريفرش. تعالى برضو احنا ممكن زي ما اتعلمنا نعمل دبليكيت للريجن، دبليكيت للديناميك اكشن، ونعمل نسميه ده بقى بيفور. تمام، وهنغير الايفنت بتاعه هيبقى بيفور ريفرش الريجن اللي اسمه الامبلوي. هتعمل ايه؟ برضه هخليه يعمل اليرت، بس المره دي هعرفه ان ده قبل الريفرش بيفور. تعالوا نجرب. تمام، اكشن مفترض بيفور الاول وبعدين الريفرش وبعدين افتر. تمام، طبعا هو بيبان لك ان الريفريش بتحصل في الاخر، لا هو بس هو الترتيب بس هي بيبان بسبب السرعه، بس هو الايفنت قبل الريفريش ده، قبل ما تعمل ريفريش وبعدين في قبل الريفريش وبعدين بعد الريفريش. تمام، احنا اتعلمنا هنا النهارده ثلاث حاجات، اولا اثنين ايفنت افتر ريفريش على مستوى الريجون،
وبرده بيفور ريفرش، وعندي اكشن انا اتعلمته ان انا اعمل ريفرش للريجن. تمام، يا رب يكون الدرس واضح وبسيط، ونتقابل ان شاء الله في دروس قادمه.